اللهم اشفينا واشفي مرضانا يا رب. ربنا يبارك لك يا ابني، ريحتني في دنيتي ونفعتني في اخرتي، اجرك وثوابك عند رب العالمين. اسأل على مشروع الصدقة الجارية في مستشفى 57357، وخلي هديتك لأغلى إنسانة في حياتك صدقة جارية باسمها، خير يعيش ويدوم لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبرع على حساب 57357 بجميع البنوك المصرية، أو ابعت رسالة على رقم 57357 بخمسة جنيه، رسالتك هتفرق كتير. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.